güneş seni, beni, hepimizi delip geçecek. هل تؤثر تصريحات بيرن ساعة الأخيرة على عودة كيفانش؟ Tuhaflık oldu ya, böyle bir anda bir parladı efendim. Mesaj var. Güneş doğduğu an herkesi öldürüyor. Ne? المشاهد دي هي من مسلسل ياكاموز S245 او حكاية غواصة اللي بتستعد نتفليكس لإطلاقه في 20 ابريل من بطولة كيفانش تاتليتوغ وأوزجي أوزبيرينشي. والعمل ده من إخراج تولجا كاراجينيك وبتدور أحداثه بعد وقوع كارثة طبيعية في العالم، فبيضطر أربان الشخصية اللي بيلعبها كيفانش إنه يركب غواصة عسكرية مع فريقه للبقاء على قيد الحياة. والظاهر إن المسلسل ده متصل بإنتو ذا نايت، فكان لكيفانش مشاركة في نهايته كضيف شرف وبشخصية أربان، ولمحت نتفليكس ده من خلال المشهد ده. وكان من المقرر إنه يحمل مسلسل ياكاموز S245 اسم إنتو ذا ديب، إلا إن تم تغييره. ونقدر نعتبر ان المسلسل ده هو كامباك لكيفانش، ففي الفترة الأخيرة كان الجمهور بيتابع أخبار حياته الخاصة، فشارك أكثر من مرة مع 3,800,000 متابع هوايته بالطبخ. وبيتابع الجمهور أخبار حياته العائلية، فنشر من أيام صورة وهو بيقبل بطن زوجته بشاك ديزر في أشهر حملها الأخيرة، وتفاعل الجمهور مع الصورة دي كان كبير. بالإضافة لخبر كشف كيفانش وزوجته عن اسم المولود اللي كان حديث الصحافة التركية والعربية، فاختاروا تسميته كورت إفيه. كل لقاهم الأول كان في مسلسل كورت سعيد وشورى. أما الخبر اللي شغل الصحافة وأشعل السوشيال ميديا الشهر اللي فات، هو العمل المرتقب اللي هيرجع يجمع كيفانش ببيرن ساد بعد 14 سنة على النجاح الضخم اللي حققوه في مسلسل العشق الممنوع. كل مرة بقول فيها رح انساك ما بلاقي حالي إلا رجعت وصرت بين إيديك. أحياناً بتطيري من بين إيدي مثل الريشة وبتعذب كتير، بس الخبر ده بيتشوش عليه حاليا بشكل سلبي بعد تصريحات بيرن الأخيرة واللي أثارت الجدل، ومنها عن الحجاب، والبعض بيتوقع أن عملها الجديد مع كيفانش مش هينجح لأنها حاليا مش محبوبة بسبب مواقفها الأخيرة. وبالرجوع للعمل ده تفاصيله لسه مش واضحة، وكل اللي تم كشفه إنه من تأليف نوران إفرين شيت ومن المقرر تصويره في نيويورك. Yıllar sonra tekrardan beraber 14 yıllardan sonra tekrar bir kamera karşısına geçeceksiniz. En azından nasıl bir nasıl bir proje geliyor? Evet. Ya evet, ben şimdi bir şey söyleyemeyeceğim o konuyla ilgili. Resmi bir açıklama yapılana kadar. وتزامنت أخبار العمل ده كمان مع تصريحات سونجيل أودين بطلة مسلسل نور، اللي كشفت في إحدى اللقاءات إنها كانت بتتعرض لكلام قاسي وجارح من جزء من الجمهور اللي كانوا بيشوفوها مش لايقة على كيفانش من ناحية الجمال. اقتراحك كان بمحله، المكان حلو كتير. فقالت سونجول بما معناه تعرضت لكثير من الانتقادات حول شكلي أنه غير لائق بجانب كيفانش تاتليتوغ، وأنني أبدو أكبر سنا منه، وحزنت وقتها كثيرا بسبب ذلك، كانت الناس عديمة الشفقة.